for bringing light. لنجاحها في تسليط الضوء على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد ولاستمرارها في نشر الوعي الدولي حول الأزمة السورية وسعيها في بلوغ دولة حرة وديمقراطية وما هو أفضل لبلدها دون أن تكترث لكل ما يهدد حياتها، رزان زيتوني هي المرأة الشجاعة. التفت جون كيري إلى يساره منتظرا قدوم رزان. نسي أن المحامية السورية والناشطة الحقوقية تعيش في بلدها سوريا متخفية لأن حياتها معرضة للخطر بسبب نشاطها الحقوقي ودورها المهم في الثورة السورية. ليست رزان زيتونة الوحيدة التي لم تقف إلى جانب ميشيل أوباما السيدة الأمريكية الأولى والنساء السبعة المكرمات بجائزة المرأة الشجاعة، فقد غابت أيضا نيرباهيا ضحية الاغتصاب الجماعي في الهند والتي وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روحها. أما سميرة إبراهيم الناشطة المصرية ضد فحوص العذرية فكان من المفترض أن تكون المرأة المكرمة العاشرة، إلا أن الخارجية الأمريكية سحبت الجائزة منها بسبب تعليقات لها على موقع تويتر معادية للسامية.